بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، قد بينا فيما سبق في شرح ورقات إمام الحرمين أن هذا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل العلوم، وأنه يبحث فيه من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فهي ثبوت نسبته وصحة روايته، وأما جهة الدلالة فهي دلالته على معناه والمقصود منه، وهي درايته. وقد ذكرنا فيما سبق أن الجانبين تنوع منهما علوم كثيرة، ومن هذه العلوم التي تفننت من هذين الأصلين علم تخريج الفروع على الأصول، وهو علم جامع بين أصول الفقه وبين فروع الفقه، فهو يبين نتيجة دراسة الأصول، لأن الإنسان إذا درس الأصول يحتاج إلى تطبيقها، فليس علم الأصول مجرد تفكه أو قواعد يحفظها الإنسان دون تطبيق، بل المقصود به أن يهتدي الإنسان إلى استنباط الأحكام من أدلتها، فيعرف الإنسان كيف يطبق تلك القواعد التي درس في الأصول على فروعها، ويعرف أمثلتها، ويعرف أنظار الفقهاء في ذلك، ومآخذ المجتهدين للمسائل، وذلك مفيد للإنسان في توسعة مجاله، وأيضا مفيد له في قطع التعصب عنه، فإن الله سبحانه وتعالى شاء أن تتفاوت عقول عباده ومداركهم في الفهم، وجعلهم بذلك متفاوتين تفاوتا كبيرا يقتضي حصول الخلاف بينهم، وهو سنة ماضية في الخلائق ولا يزالون مختلفين، فلا بد أن يقع الخلاف بين الناس، وهذا الخلاف لا بد من تدبيره، وإلا كان شرخا وفتنة بين الناس. وهذا الخلاف منه ما يتعلق بفهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، فالله أحال إلى أهل العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأحال إليهم عند الخلاف أيضا في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. وهؤلاء عقولهم متفاوتة، وقد قال ابن عطاء الله رحمة الله عليه في حكمه ما من أحد إلا وهو راض عن الله بعقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. وبذلك يعلم أنهم بالضرورة لا بد أن يختلفوا في تصور كثير من المسائل وفي التصديق أيضا في الحكم عليها. وهذا الخلاف ليس شرا، وإنما هو سعة في العلم وتوسعة من الباري سبحانه وتعالى على عباده، فلم يحصر لهم نصوص الوحي في قواعد قانونية نصية لا بد من تعديها، وكان قادرا على ذلك، لكنه سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا الوحي الذي نوع فيه الأساليب، ففيه أساليب صريحة هي النص، وفيه أساليب ظاهرة وهي الظاهر، وفيه أساليب خفية وهذه تشمل المجمل والمتشابهة، وفيه ما هو قطعي الدلالة، وفيه ما هو ظني، وفيه أيضا ما هو مجال للعقول في ما يتناوله كالعام والمطلق والخاص والمقيد، وكذلك ما يدل عليه الأمر من الفورية أو التكرار أو غير ذلك. فلا بد أن يقع الخلاف في مثل هذه المسائل، وهذا الخلاف خير لنا لأنه توسعة من ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا مجال لأعمال عقولنا لنتفاوت ولنبذل جهدا، ولأن هذا الجهد مما نتعبد به، فلو أننا وكلنا ذلك إلى السابقين وكنا مقلدين تقليدا أعمى ولم يحتج أحد منا إلى إعمال عقله وتفكيره، لا كنا مأسورين بأقوال أقوام قد ماتوا منذ قرون وتغير الواقع بعدهم،
ولو عاشوا لغيروا اجتهادهم ولعدلوا عن كثير مما كانوا يقولون وما كانوا يفتون به، ولا لما اتضح لهم كثير من الأمور التي اتضحت لنا في زماننا. فكل قوم يجد في زمانهم من الحوادث والمشكلات، ويتجدد أيضا في زمانهم من النعم والأفضال الإلهية ما ليس لدى من سبقهم. وبذلك يعلم أن المجتهد الحي أولى من التقليد بالمجتهد من المجت... أولى بالتقليد من المجتهد الميت، لأنه يتكلم عن علم في أمر قد أدركه، أما الميت فإنما تكلم عما أدرك في زمانه، وقد يكون الواقع الذي تكلم فيه أو أفتى فيه قد تغير، وقد تكون النازلة أصلا جديدة لم يكن الماضون قد استوعبوها وفهموها وليست في زمانهم، وإنما هي أمر متجدد لمن سواهم. فلذلك احتجنا إلى أن نحمل عقولنا في كل زمان، وأن لا نكون مأسورين بالتقليد. فالتقليد لا يكون إلا عن جهل، فهو ضد العلم. ولذلك قال البحتري الشاعر: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. ولذلك عرف الأصوليون التقليد بأنه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. ومعرفتنا لمآخذ المجتهدين توسع مجالنا أيضا فيما يتجدد لنا من النوازل وما يحدث في زماننا من الفتاوى والأقضية. فكل يوم يتجدد للناس كثير من المسائل التي لا عهد لهم بها، ولو بحثوا عنها في كتب الفروع لما وجدوها بذاتها. وحينئذ يحتاج إلى استنباط وإعمال عقل من جديد في النصوص حتى تستخرج أحكامها. فهذه النصوص مغطية لكل ما يتجدد من الوقائع على كثرتها، وهي محصورة كما تعلمون. فلذلك نحتاج إلى توسعة المجال في فهم النصوص وتوظيفها، وهذا الذي يسميه الإمام أبو حامد الغزالي استثمار النصوص. فيرى أن استنباطها وتغطية الوقائع منها واستخراج مكنوناتها وتعميم مدلولاتها إنما هو استثمار واستخراج لثمرتها، كاستثمار النبات أو استثمار المال بإخراج ثمرته وفائدته. ونحن محتاجون إلى ذلك حاجة كبيرة، بل تصل إلى نطاق الضرورة في كثير من الأحيان. ولهذا احتيج إلى معرفة هذا العلم الذي هو علم تخريج الفروع على الأصول. والأصوليون من قبل لهم مدرستان، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. فمدرسة المتكلمين هي التي سار عليها جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، وهي التي تهتم بالتقعيد الأصولي والاستدلال له، ولا تذكر من الفروع إلا ما تحوج إليه الحاجة في فهم القاعدة الأصولية فقط. والمدرسة الثانية هي المدرسة الفقهية، وهي مدرسة الحنفية، وهي التي تجمع كثيرا من الفروع وتحاول أن تقعد منها قاعدة تجعلها أصلا. تكون الفروع أصلا، على عكس ما يفهم من تقعيد الأصوليين. فالأصوليون يرون أن الأصول هي هذه، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. أما عند الحنفية فهذه الأصول مأخوذة من الفروع، فيجمعون الفروع التي تكلم فيها الإمام أبو حنيفة وأفتى فيها، والتي تكلم فيها الإمام أبو يوسف القاضي، والتي تكلم فيها الإمام محمد بن الحسن الشيباني، والتي تكلم فيها الإمام زفر، والتي تكلم فيها الحسن بن صالح اللؤلؤي، وغيرهم من الأئمة من أئمة المذهب ومن أتباع الإمام أبي حنيفة. فيجمعون هذه الفروع ويقعدون على أساسها قاعدة فيجعلونها أصلا. وهذه المدرسة هي مدرسة الفقهاء في الأصول، وما صعب ضبطها واستمرارها، ولذلك عدل عنها كثير من الحنفية المتأخرين فألفوا على طريقة المتكلمين، ومنهم من حاول الجمع بين الطريقتين. وعموما لم يغني ذلك عن إنشاء علم جديد،
يكون ثمرة لأصول الفقه وربطا له بالفروع واستخراجا لهذه الفروع منه وبيان مرجع الخلاف فيها إلى الخلاف في المسائل الأصولية والقواعد. وهذا العلم محدث لم يكن لدى كثير من المتقدمين، ولكنه من تفريعات علم الفقه عموما. فعلم الفقه استخرج منه علم الفروع الفقهية، وهذا أصل علم الفقه. وذلك أنواع منه: الخلاف العالي، وهو ذكر أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والمذاهب المندرسة والمذاهب المتبوعة جميعا، وبيان ما يستدل به كل طرف على قوله. وبعد ذلك سواء اتخذنا منهجية الترجيح أو مجرد الحكاية والسكوت، فهذا فرع من فروع الفقه. ثم بعد ذلك الفرع الثاني هو الفقه المقارن بين مذاهب محددة كالمذاهب الأربعة مثلا، فينقل أقوال المذاهب الفقهية سواء كان ذلك مربوطا بالأدلة والاستدلال والترجيح كما يفعل ابن قدامة في المغني، وكما يفعل ابن عبد البر في الاستذكار، وكما يفعل النووي في المجموع، وكما يفعل بعض المتخصصين في هذا المجال كالقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي. ومنهم من ينقل الأقوال دون ترشيح كما كان عليه ابن جوزي في القوانين الفقهية. ومنهم من يذكر فقط المسائل التي اختلفوا فيها على أساس دليل ويبين ذلك، فتكون المسائل الفقهية غالبة على الأدلة. وهذا مثل ما فعل ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وكذلك التأليف في مذهب واحد، وهذا أنواع منه: ما يذكر الأقوال داخل المذهب ومنه مع الترجيح والاستدلال، ومنه ما يذكر الأقوال داخل المذهب دون ترجيح ودون استدلال، ومنه ما يذكر الأقوال داخل المذهب مع الاقتصار على ما به الفتوى أو بيان ما به الفتوى، ومنهم من يختصر فيذكر فقط في كل مذهب رواية واحدة أو ما اشتهر في ذلك المذهب وأصبح معمولا به لدى الناس. وهذه هي المختصرات الفقهية في المذاهب. وكذلك تفرع علم أصول الفقه من علم الفقه، وهو كما ذكرنا قواعد الأدلة والاستدلال وطرق الاستنباط وصفة المجتهد إلى آخره. وكذلك تفرع علم القواعد الفقهية، وهو علم يجمع فيه بألفاظ مختصرة تكون بمثابة قاعدة، تكون بمثابة نص يمكن حفظه، تجمع فروعا غير محصورة تعين على ضبطها وتعين على وجه القول بها. وكذلك علم الأشباه والنظائر، وهو قريب من القواعد أو هو منه، لكنه يختص بالمسائل المتشابهة ولو لم تجمعها قاعدة واحدة. وكذلك علم الفروق بين المسائل، وهو أيضا شبيه بالقواعد أو هو منه، لكنه يبين الفروق بين الأمور المتشابهة أو التي يقع بينها اشتباه في الأمور الفقهية. وكل هذه من علوم الفقه. ثم بعد ذلك علم تخريج الفروع على الأصول، وهو هذا العلم الذي نحن الآن بصدد دراسته، وهو علم يذكر القواعد الأصولية سواء كانت على ترتيبها الأصولي المعروف، ويخرج عليها المسائل على هيئة نقاش وحوار بين المذاهب. وكذلك علم الجدل الأصولي أو الفقهي، وهو عقد المناظرات بين المذاهب، وهو علم مستقل كذلك. وكذلك علم الألغاز الفقهية، وهو علم اشتهر به عدد من العلماء وألفوا فيه، وفيه كثير من الألغاز التي فيها رياضة للذهن واستيعاب المسائل الأصول الفقهية. وكذلك علم الفتاوي والنوازل، وهو علم كبير
مستقل، وكذلك علم الأقضية، آداب القضاء وآداب القاضي، وهو علم كبير، وكذلك آداب المفتي والمستفتي، وهو علم أيضا مستقل، وكذلك علم تراجم الفقهاء وبيان منزلتهم، فهذا علم أيضا يحتاج إليه في الفقه، وهو علم مهم. هذه إذن هي علوم الفقه في جمهرتها. وأعدل إلى العلم الذي نريد دراسته، وهو علم تخريج الفروع على الأصول، فأقول إن من أوائل من اشتغل بهذا العلم بعض الحنفية، ويمكن أن يكون أول من ألف فيه تأليفا مستقلا أبو زيد الدبوسي، وقد ألف فيه كتابا سماه تأسيس النظر، وذكر فيه 82 أصلا تتفرع إلى فروع، منها الأصول التي خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة، والفروع التي كان فيها أبو يوسف مع أبي حنيفة وخالفهما محمد بن الحسن، والفروع التي حصل فيها العكس، كان فيها أبو حنيفة ومحمد بن الحسن معا وخالفهما أبو يوسف، والفروع التي خالف فيها مالك أبا حنيفة، والتي خالف فيها الشافعي أبا حنيفة، والتي خالف فيها ابن أبي ليلى أبا حنيفة، وهكذا. فرع هذه الفروع على أساس أصول، وهذه الأصول ليست هي قواعد أصول الفقه المعروفة، ولكنها أصول تشبه ذلك، فلذلك كان كتابه مشتركا بين تخريج الفروع على الأصول وعلم القواعد الفقهية. وبعده اهتم عدد من المؤلفين بتخريج بعض الفروع على بعض أصول الفقه، ومنهم في المذهب الشافعي الزنجاني، وكتابه تخريج الفروع على الأصول حاول فيه أن يخرج الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة على المسائل الأصولية، وكذلك الإسنوي أيضا من الشافعية، وقد ألف كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وحصر فيه أغلب الفروع المتعلقة بالطلاق والأيمان والنذور ونحو ذلك، مثل بها للخلاف بين الشافعية والحنفية في المسائل المستنبطة من الأدلة الأصولية. ومن الكتب المهمة في هذا العلم هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مفتاح الأصول في تخريج الفروع على الأصول، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني الشريف الإدريسي، وهو من أئمة المالكية وعلمائهم، وقد اشتهر بقوة القريحة والفهم وبقوة الذاكرة أيضا، وهو شريف من آل البيت، يرجع نسبه إلى إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي اتجه إلى المغرب بعد أن قتل أخوه محمد النفس الزكية الذي ثار بالحجاز، وقتل أخوه إبراهيم الذي ثار بالعراق، فهرب هو مختفيا متخفيا إلى المغرب، وقد ترك ولده إدريس حملا ومات هو، فكان إدريس بن إدريس هذا سيدا وشريفا، وقد ترك ذرية طيبة اشتهرت في المدارس التي ألف فيها عدد من المؤلفين، واشتهرت في بلاد المغرب، وهي أغلب الشرفاء في بلاد المغرب يرجعون إلى إدريس بن إدريس، فكان له 21 ولدا، وكل ولد انتشر منه عدد من القبائل. والشريف التلمساني يشتهر بهذه النسبة، فأغلب من يذكره يقول الإمام الشريف أو الشريف الإدريسي أو الحسني، وذلك بنسبه الشريف. وهو منسوب إلى تلمسانة، وهي مدينة مشهورة في غرب الجزائر، وقد كان فيها عدد كبير من العلماء، ولها تاريخ علمي كبير مشهور. وهذا الشريف كان من
سكان تلك المنطقة، ثم ذهب إلى المغرب واستقر بفاس مدة، ثم رجع إلى بلده تلمسان برغبة سلطانها، وأقام بها مدرسا، وكان يخرج في الأسفار، فسافر إلى الأندلس وبث بها علما، وأيضا سافر إلى تونس وتلقى عن علمائها الكبار مثل ابن عبد السلام التونسي وابن هارون التونسي وغيرهما. وكذلك فإنه كان يرسل في الوفادات، يرسله الملوك في الوفادات والإصلاح، وكان ذا تأثير عظيم ومهابة كبيرة، ولذلك كان يغير منكرات السلاطين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان يجل العلماء ويدافع عنهم حتى لو خالفوه، فلا يقبل التعرض لأحد منهم بأية أذية، لا من سلطان ولا من غيره. وقد كان ذا علوم واسعة، فهو محدث ومفسر، وقد كان يفسر القرآن في مجلس السلطان، ويحضره وشهاء الناس والعلماء. وقد توفي عندما بلغ في التفسير قول الله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد نفع الله به عددا كبيرا من العلماء المشاهير، من مشاهير طلابه ولداه المشهوران أبو محمد، وكذلك أبو يحيى وعيسى، وكذلك من طلابه أبو إسحاق الشاطبي، ويقال إن طلبه له كان عن طريق الكتب والمراسلة، وكذلك ابن مرزوق، وكذلك منهم أبو سعيد بن لب، وابن عرفة الورغمي التونسي، وعدد كبير من الأئمة الأعلام الذين انتفعوا بهذا العلم ونهلوا من علمه وكتبه. وقد ألف كتبا في مجالات شتى، وهذا الكتاب المختصر ألفه للسلطان أبي عنان، وذلك بإن عادة العلماء فكانوا قديما يهدون الكتب إلى السلاطين، وذلك تعليما للسلاطين، لأن السلاطين والأمراء في تاريخ هذه الأمة كانوا من العلماء المشاركين، وكانت مجالسهم لا تخلو من المناظرات بين المذاهب، وفي كثير من الأحيان يكون الحكم في ذلك للسلطان نفسه، فيقبل به الطرفان حكما بينهما. وعدد كبير من المؤلفين أهدوا كتبهم إلى سلاطين زمانهم تعليما لهم وإرشادا، وأيضا لنشر الكتاب والعناية به، لأن أي كتاب اعتنت به الدولة وتبنته سيكون منتشرا فينتفع الناس به، وهذه نيتهم وقصدهم. ولذلك صرح ابن مالك رحمه الله لما أهدى كتابه الإعلام بتثليث الكلام إلى الناصر صلاح الدين، قال فيه: اتباع حمد الملك الوهاب صلاته على الرضا الأواب محمد وآله الأنجاب، به ابتهاج النطق في الكتاب، وبعد فالأولى بأن تجلى له بنات فكر ناسبت إجلاله، ما الكن يباري فضله وإفضاله في نصر أهل العلم والآداب، الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعد تزيده، فمن هداه له مبيد مستاصل يغني عن احتراب، من جنده الأقدار فهي منجده، لمن يواليه بجود وجده، ومن يناويه يجدها مقصده، بأسهم لم تخل من إكثابي، إلى صلاح الدين الابتداء، ممن سمت بعزمه العلياء، ومن نوى إدراك ما يشاء من مبتغى المرغوب والأرباب، يمناه بآل النهى معين، منه على نيل العلا معين، فلن يرى لسودد تعين إلا لقرب منه وانتساب، قد لجأت له الملوك الصيد طوعا وكرها هم له عبيد، إذ ليس عنه له محيد إلا لأحرى الخلق بالعقاب، لما علمت أنه ذو عربي إلى اتساع في كلام العربي، أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه ذا احتسابي، أحوي به أكثر تثليث الكلم، نحو حلمت وحلمت وحلم، فحوز هذا الفن محمود مهم، به اعتنى قدما أولو الألباب، وها أنا آتي به مبوبا على الحروف بينا مرتبا،
مهذبا مذهب مخلصا مذهبا يقاد معناه بلا استصعاب. ومثل ذلك ايضا كتاب القاموس المحيط والقابوس الوسيط لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي، وهو من اهم معاجم اللغه، ووضع الله عليه القبول في مشارق الارض ومغاربها، وقد اهداه الى سلطان زمانه، وذكر ذلك في مقدمته التي يحفظها الطلاب. وكذلك الإمام البيضاوي في تفسيره ألفه لإهدائه إلى ملك خوارزم. وهكذا عدد كبير من المؤلفين ألفوا كتبهم لإهدائها إلى بعض السلاطين، وقصدهم بذلك نشر الكتاب ونفع السلطان، وأن يكون الكتاب محلا للعناية والاهتمام. وهذا ما فعل صاحبنا. فالكتاب بين أيديكم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الافتتاح. وقد سبق لنا بيان بعض ما يتعلق بالبسملة، وأن الله افتتح بها كتابه، وأن ذلك سنة في كل أمر ذي بال، كما أخرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أجذم، وفي رواية أقطع. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ليس من كلام الشيخ، ولذلك فيه الواو، وهي خطأ. فالبسملة لا يعطف عليها، لأنها لا يدرى هل هي جملة إنشائية أو خبرية، فيقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما في القرآن، أو يقال بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبيه الكريم، ولا يقال وصلى الله، لأن البسملة لا يعطف عليها. والسيد من يلجأ إليه عند الشدائد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الثقلين الإنس والجن، ويدخلون جميعا في شفاعته يوم القيامة. ومولانا أي ناصرنا، وذلك أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم في مقام الدعاء جميع أتباعه، وفي مقام المدح والأحكام هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، هذا هو الراجح. وصحبه هم كل من آمن به ولقيه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة، ولا يشترط للصحابي أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعين فيشترط للتابعي أن يكون قد روى عن الصحابي، فمن عاش في أيام الصحابة ولقيهم ولكن لم يروي عنهم لا يعد من التابعين. وعطف على الصلاة على قوله صلى وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليه والتسليم، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الناسخ قال: قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفذ، العلامة العلم، فارس المعقول والمنقول، وصاحب الفروع والأصول، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني التلمساني رحمه الله. من هنا يبدأ كلام المؤلف رحمه الله، قال: الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه. هذا حسن براعة استهلال، لأنه يدل على أنه يريد البراهين، يريد نصب البراهين وإقامة الحجة، ولذلك قال ليبرهنوا عليه. فالخلق جميعا آيات من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فما من شيء تنظر إليه من المخلوقات إلا وهو كتاب ناطق مترجم عن ربه مبدعه وخالقه الذي سواه وأبرزه للوجود وجعله في أحسن تقويم. فجمال صنعته وإتقانه للمخلوقات دليل واضح وحجة عقلية قائمة على تمام ألوهيته وربوبيته وقيوميته سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق الخلق، فجميع الخلق مخلوقون له، فلا خالق إلا هو، هل من خالق غير الله. ليبرهنوا، هذه اللام ليست
التعليلي، فلا يقصد أنه خلقهم من أجل ذلك، بل إنه بيّن لماذا خلقهم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. لكن المقصود أن عاقبتهم وأن طبيعتهم أنهم يبرهنون، أي ينصبون البرهان عليه سبحانه وتعالى. وذلك أول واجب على المكلفين، فأول واجب على كل مكلف هو معرفة الله، ومعرفته إنما تكون بإقامة البرهان والحجة ليبرهنوا عليه. وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه. وبعث فيهم أي في الخلق، والمقصود هنا الإنس والملائكة، فهم الذين جعل الله منهم الرسل، ولم يجعل الرسل فيما سواهم من الخلائق، بل قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقد جعلهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعثهم الله إلى الناس لإقامة الحجة عليهم وهدايتهم وإنارة الطريق لهم. فلذلك قال: وبعث فيهم، أي في الخلق، رسلا، جمع رسول. والرسول يطلق على الرسالة وعلى حاملها، فمن إطلاقه على الرسالة قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسول، أي برسالة. ويطلق على حاملها الذي لا يحمله على السفر إلا هي. فإذا وجدت مسافرا فأرسلت معه رسالة إلى جهة قصده، فلا يقال هذا رسول فلان، لأنه أصلا كان مسافرا. لكن إذا أرسلت شخصا برسالة لا يحمله على الخروج إلا هذه الرسالة فهو رسولك. فلذلك الرسل مهمتهم هي تبليغ رسالات الله إلى الناس، ولهذا كانوا رسلا من عند الله. منهم، فهم من الناس، وهذا رسل البشر من البشر، ورسل الملائكة من الملائكة، وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى. فلو أرسل إلى البشر ملكا لأدى ذلك إلى عنة وصعوبة عظيمة، ولو أرسل إليهم أيضا جنسا آخر غير جنسهم لصعب التفاهم معه. والرسل ما أرسلهم الله إلا بلسان قومهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر إنما يرسل إليهم البشر، كما أن الملائكة يرسل إليهم الملائكة. مهمة الرسل هي قوله يهدونهم إليه، يهدونهم أي يدلونهم عليه. والهداية قسمان: هداية توفيق وهداية إرشاد. والمقصود هنا هداية الإرشاد، لأن هداية التوفيق من خصائص الإلهية ولا يقدر عليها إلا الله جل جلاله، ولذلك نفى القدرة عليها عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأثبت له القدرة على هداية الإرشاد، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد أثبت هداية الإرشاد لثمود، ونفى عنهم هداية التوفيق، فقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهدى أي هداية التوفيق. وهداية الإرشاد حصلت بإقامة الحجة على الناس ببعث الرسل وتنزيل الكتب. وأما هداية التوفيق فيختار الله لها من يشاء، ويهدي سبحانه وتعالى من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. فمن هداه بفضله، ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدونهم إليه، أي إلى صراطه، ويعرفونهم به سبحانه وتعالى. صلى الله عليهم عموما، صلى الله عليهم أي على جميع الرسل عموما، وعلى محمد وآله خصوصا. وأفرد منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وخاتمهم، وكل ما جاءوا به كان تهيئة لما جاء به. فالدين عند الله هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن
من لطف الله بعباده أنه علم أن أهل كل عصر من عصور البشرية فيما سبق لم يكتمل نضجهم ولا وصولهم إلى التمام الذي يقع في البشر، فهم يحتاجون إلى ما يناسبهم ويناسب زمانهم والمستوى الذي وصلوا إليه من النضج، فأنزل إليهم من الشرائع على قدر ذلك. فلما كمل نضج البشرية بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها، ولذلك قال الله بها: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلهذا استحق رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية عن غيره من الرسل بالصلاة الخاصة. وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وآله آله أي المنتسبون إليه في الأصل، ولذلك الأصل أن هذه الكلمة أصلها أول من آل إلى الشيء، أي رجع إليه، آل إليه يقول، ولا تضاف إلا إلى العاقل من ذوي الشرف، فيقال آل محمد وآل موسى وآل عيسى وآل عمران، فلا تضاف في العادة إلا إلى العاقل الشريف. ومن غير الغالب إضافتها في قول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل. فهنا من غير العاقل آل الوجيه فرس له ذرية وسلالة معروفة. فذلك أن العرب ينزلون الخيل والأصنام والطلول والطير بمثابة العقلاء، فيخاطبونها خطاب العقلاء، وشبهوا بمن حووا عقول الطير والأصنام والطلول والخيل كذلك. فلذلك قال: من آل الوجيه. وأما قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فآل فرعون أضيفت لفظة آل هنا إلى فرعون، وليس شريفا باعتبار الآخرة، لكن الجواب أن لهم شرفا باعتبار الدنيا، فإنه كان ملكا وكان ذا مكانة في الأرض، فهذا الشرف الأرضي اعتبر شرفا، ولو كان زائلا فقد زال شرفهم بالكفر عائذا بالله. صلاة نجدها بين يديه، صلاة خالصة لوجه الله موافقة لشرع الله، وهذا هو العمل الصالح الذي يجده الإنسان بين يدي الله عند العرض عليه، كما قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فإذا كان العمل صالحا جمع الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله بالإخلاص فيه لله، وشهادة أن محمد رسول الله بالمتابعة فيه لرسول الله والتقيد بالسنة، فإنه يكون حينئذ عملا صالحا مقبولا يوجد بين يدي الله سبحانه وتعالى عند العرض عليه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال: أما بعد، معناه بعد هذه المقدمة، وأما بفتح الهمز والتشديد للشرط والتفصيل والتأكيد، ومعناه أما ما أذكره بعد، أي بعد ما ذكر من هذه المقدمة. وبعد ظرف يضاف ويفصل عن الإضافة، فإذا أضيف فإنه يعرب إعراب الظروف المتصرفة، وإعرابها أحد إعرابين: إما أن تصب على الظرفية، وإما أن تجر بمن خاصة، فيقال بعدهم ويقال من بعدهم. وإذا فصل عن الظرف عن الإضافة لفظا ومعنى فإنه يعرب إعراب الأسماء، فيقال بعدا وقبلا: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، ونحن قتلنا الأسد أسد ضرية فما شربوا بعدا على لذة خمرا. وأما إذا أضيف وحذف المضاف إليه فإما أن ينوى لفظه وإما أن ينوى معناه، فإذا نوي لفظه فإنها تبقى مكسورة على لفظها
حال الإضافة فيقال من بعد ومن قبل ومن قبل نادى كل مولاه قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف. وإذا فصلت عن الإضافة لفظا ومعنى، أقصد إذا فصلت عن إذا حذف المضاف ونوي معناه دون لفظه فإنها تبنى على الضم، مثل قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فالظرفان مبنيان على الضم لأنهما مضافان، حذف المضاف ونوي معناه دون لفظه، أي يمكن أن يكون من قبل ذلك ومن بعده، أو من قبل غلبة الروم فارس، أو من بعد ذلك أو غير ذلك. وهذا اللفظ يتخلص به من المقدمات إلى المقصود في الخطب وفي الكتب وفي غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في خطبه وفي بعض كتبه. وقديما قال الشاعر: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، فإن العلم، هذه الفاء بيان لأن هذا هو جواب الشرط، لأن أما تدل على الشرط، فجواب الشرط فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية. والسجايا هي الصفات التي يطبع عليها الإنسان فترسخ فيه، فالعلم أجمل صفات الإنسان السجية التي تترسخ في الإنسان. فالسجايا هي الصفات الطبعية بخلاف ما كان خلقة في الإنسان كطوله وقصره وجماله وقبحه وبياضه وسواده ونحو ذلك، فهذه ليست داخلة في نطاق السجايا، وإنما السجايا ما يكتسب من الصفات الطبعية التي تترسخ في الإنسان كالعلم، فإن الإنسان إذا علم شيئا في البداية يقال علم كذا، فإذا رسخ في العلم يقال علم، أي وصل إلى مستوى رفيع في العلم. ويقال في الشخص الذي علم واستوعب يقال فيه عالم، وإذا تمهر في العلوم يقال فيه علام، وإذا زاد على ذلك يقال فيه علامة بالتاء التي تزيد المبالغة. فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية، فقد شرف الله به أبانا آدم عليه السلام في المسابقة التي عقدها بينه وبين الملائكة الكرام، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. فنجح آدم عندما ناداه الله وقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلذلك كان العلم أهم سجية يتصف بها الإنسان وأجزل العطايا الربانية. العلم أيضا هو أجزل العطايا الربانية التي امتن الله بها على عباده، فقد قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بما علمه، فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وامتن بذلك على أنبيائه، فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. والعطايا جمع عطية، والجزيل ما كان رفيع الثمن غاليا، فأجزل العطايا الربانية المنسوبة إلى الرب سبحانه وتعالى هو العلم الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، لا سيما علم الشريعة. فالعلم شامل لكل أنواع العلوم، سواء منها ما كان نافعا في الدنيا وما كان نافعا في الآخرة. والعلوم أنواع شتى، منها ما يتعلق بنواميس الكون وحياة الناس، ومنها ما يتعلق بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى وعبادته، ومنها ما يتعلق بالأبدان وما يتعلق بالأرواح، ومنها كذلك ما يتعلق بالعقول وما يتعلق بالألسنة بالنطق، وكل له مجاله. فالعلوم أهمها ما يحصل به الإنسان درهم المعاش أو حسنة المعاد، فترجع إلى هذين العلمين ما يحصل درهم المعاش فيكون نافعا للناس في أمور حياتهم الدنيوية، أو حسنة المعاد ما ينفعه في آخرته. وهذا
لا تنافر بين الأمرين، فقد يكون العلم الواحد نافعا للإنسان في تحصيل معاشه الدنيوي وفي تحصيل حسنة المعاد الأخروي، وذلك بحسب النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلم الشريعة يشمل كل علومها، فهي هو شامل لعلم الرواية، رواية القرآن والسنة، وعلم الدراية لشرحهما وبيانهما، وعلم ما يتعلق بنقلهما، وعلم ما يتعلق بالاستنباط منهما، وعلم اصطلاحات الناس كاصطلاحات المحدثين واصطلاحات الفقهاء واصطلاحات أهل التوحيد وغير ذلك، وكذلك ما يتعلق بترتيب العلوم وطرق الاستنباط كالتفريق بين العام والمطلق والخاص والمقيد وغير ذلك. وهذه كلها هي علوم الشريعة، وكثير من الناس يفصلها إلى علمين، إلى علوم عقلية وعلوم نقلية. فالعلوم العقلية المرجع فيها إلى إعمال العقول، والعلوم النقلية المرجع فيها إلى النص. فالعلوم النقلية كعلم القرآن رواية، وعلم تفسيره بالأثر، وكذلك علم الأداء فهو متلقى من أفواه الرجال، وعلم الرسم والضبط فهو منقول عن رسم الصحابة وضبط التابعين، وكذلك علم السيرة وعلم التاريخ كلها نقلية، وكذلك علم فتاوي المجتهدين واجتهاداتهم فهي نقلية كما يتعلق بذلك من فروع الفقه. وأما العلوم العقلية كالمصطلحات فعلم أصول الفقه، وكذلك علم مصطلح الحديث ونحو ذلك، هو من إنتاج عقول البشر، وكذلك علم الجدل العقدي وعلم الجدل الفقهي وعلم الكلام وعلم الفلسفة وغير ذلك من العلوم كالمنطق مثلا، هذه تسمى العلوم العقلية. فليس المهم فيها صحة النقل، هل قال ذلك فلان أو لم يقله، المهم فيها هل هو صحيح أو غير صحيح، بخلاف العلوم السابقة وهي العلوم النقلية، فالمهم فيها صحة العزو، هل قال فلان ذلك أو لم يقله مثلا. والشريعة في الأصل تطلق على المورد الذي يرده الناس، فيقال شرعة وشريعة للمكان المشرب الذي يشرب منه الناس، وتطلق كذلك على الإظهار، فما أظهر فهو شرعة، فمن ذلك شراع السفينة الذي يكون فوقها، فكل ذلك منه اشتقاق اسم الشريعة، فهي مما أظهره الله من العلم ومما يريده الناس فيتعلمون منه ما يعملون به وما يقربهم إلى ربهم. فعلم الشريعة هو أسمى العلوم وأرقاها، إذ هو في سماء المعلوات أو المعلومات أسطع بدرا، فهو في سماء المعلوات أي في سماء كل ما كان أدنى منه، والمعلوات ما كان دونه من علاه يعلوه إذا ارتفع عليه، أي فهو فوق كل العلوم الأخرى عال عليها، والعلوم الأخرى معلوات بالنسبة إليه. وهو أسطع بدرا أي أظهر قمرا عند استدارته، والسطوع تمام الضوء، والبدر هو القمر عند تمام استدارته وكماله. وأهله أي حملته والمعتنون به من معلميه ومتعلميه هم أولو الدرجات، وأهله من بين أولي الدرجات أربع قدرا. أهله أي أهل علم الشريعة من بين أولي الدرجات، بين أصحاب الدرجات أرفع قدرا أعلى مكانا، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد برفع درجاتهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أرفع قدرا بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر. بجنة رعايته، الجنة
الترسو الذي يتترس به دون رمي السهام، فهو يدفع السهام تدفع به، وهذه الترسو تسمى جنة أيضا. والعرب قديما يعملونها إما من الجلود اليابسة أو من الخشب، فيتوقون بها رمي الأعداء بالسهام. والجنة تحفظ الإنسان وتمنعه، فيجتن بها أن يختفي وراءها. وجن الشيء إذا أخفاه، ومنه جن الليل إذا أظلم، ومنه الجنة أي الجن لاختفائهم، ومنه الجنة أيضا لالتفاف أشجارها وأوراقها، فإنها تستر أرضها. بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع، فمن كان من رعاته والمعتنين به فإنه يتحصن بذلك يوم الفزع الأكبر، وهو يوم القيامة. يتحصن بذلك من عذاب الله وسخطه، لذلك قال من العذاب الأليم. فعدتهم لذلك اليوم وما يتحصنون به وما يستترون به هو ما أعدوه من هذا العلم، فيكون ساترا بينهم وبين النار وبين عذاب الله الأليم أي المؤلم. وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر. بنور هدايته أي بنور هداية العلم، علم الشريعة، يستضاء فيبيض الله وجوه أهله، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. يستضاء به في ظلم الحشر. فالحشر هو جمع الخلائق جميعا، يحشرون من أولهم إلى آخرهم، وذلك للعرض على الله سبحانه وتعالى والمحاكمة والجزاء. فإن الناس يحشرون جميعا إلى الساهرة، ينادي المنادي فيهم هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويجتمعون في الساهرة. وثم ظلمات عظيمة، لأن النار تحيط بهم من كل جانب، يقودها تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. فيبيض الله وجوه أقوام فيخترقون في الظلام مسيرة 500 عام، وتسود وجوه من سواهم فلا يعرفون موضع أقدامهم يوم القيامة. ولذلك ينادي المنافقون من يعرفون من المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيء بنوركم. فهذه الظلمات العظيمة عند الحشر هي التي يحتاج فيها إلى نور العلم، فيستضيء به الإنسان إلى الصراط وإلى الشفاعة. فإن الناس إنما يذهبون يوم القيامة عندما يطول الموقف، لا منقذ لهم حينئذ إلا العلماء، والعلماء يقولون لهم: هذا اليوم ليس لنا، إنما هو للأنبياء، فيرشدونهم إلى طلب الشفاعة من الأنبياء. إلى جنات النعيم، فهو الذي يوصلهم إلى جنات النعيم. والجنات عدد، وقد بين الله سبحانه وتعالى تفاوت أهل الجنة فيها في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة، فجنتان في أعلاها وجنتان في أسفلها كما بين ذلك، وفرق شاسع بينهما في كل ما فيهما وفي مستوى أهلهما. والنعيم هو التنعم الدائم الذي لا انقطاع له، الذي لا تكدر صفوه المهلكات ولا المكدرات، ولا ينغص سعادة أهله أي منغص. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما داثرا، فلقد فاز بالسعادة أي حظي بالسعادة من أحيا به أي بالعلم رسما داثرا. والرسم هو آثر حياة الناس، كالديار القديمة العافية التي بقي منها
بعض الآثار سمى ذلك رسما، كما قال الشاعر: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من علله. رسما داثرا، والداثر هو المندثر، أي الذي قد امحى وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا أو قسما وافرا. من اشتغل بالعلم فإنه يحوز مع المسلمين الذين حازوا هذا العلم وورثوا علم الأمم السابقة، يحوز فيه قسما وافرا أو قسما وافرا، فيحوز به مع المسلمين قسما فيقسم له، أو يحوز قسما وهو المقسوم وافرا أي كثيرا كاملا ليس فيه نقص. ولما كان نقف هنا إذن، انتهى الوقت. طيب، أكرمكم الله وفتح لكم مبارك فيكم، رزقنا وإياكم حظا وافرا من علم الشريعة، جعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.